ومعنا عبر الهاتف للحديث عن الموضوع الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ محمود الإبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمود. أستاذ محمود، أهلا بك أستاذ محمود. هناك تقدمات سريعة لقوات سوريا الديمقراطية في ريفي الرقة ودير الزور. هل الدعم الأمريكي الذي حصل عليه هو السر في هذا التقدم؟ أولا هناك تقدم، ولكن لا نستطيع أن نصفه على الأقل حسب قراءتي البسيطة للأرض. نعم. أنه تقدم سريع ومفصلي لقوات سوريا الديمقراطية. نعم. سواء اتفقنا واختلفنا مع هذه القوات إلى أن إنجازاتها داخل الحدود الإدارية لمدينة دير الزور لا تزال محدودة ومحدودة جدا. وأستطيع أن أؤكد أن القوات الكردية أو المدعومة كرديا بسند أمريكي كبير وغطاء جوي لم تصل بعد إلى جزيرة أو جزرة ميلاج. نعم. التي تحدث عنها تقريركم رغم أهمية المعلومات التي وردت فيه. نعم. ولكن الآن هناك عمليات كر وفر، أولا لأن المنطقة لا يمكن السيطرة عليها بهذه السهولة، وهناك ولاءات عشائرية لا زالت تنظر إلى قوات سوريا الديمقراطية أو القوات التابعة لمجلس سوريا الديمقراطية على أنها قوات غير موالية للمنطقة، وهناك خلافات عشائرية بين أبناء المنطقة وبين هذه القوات. إذن سيد محمود، يعني ألا تعتقد إذن أنه من المرجح أن يكون طرد تنظيم الدولة من الرقة ودير الزور على يد قوات سوريا الديمقراطية، أم أنها غير مؤهلة لذلك؟ هذا ما تقوله؟ أنا لا أقول أنها غير مؤهلة، ولكن الظروف غير مؤهلة لهذا. موضوع دير الزور يختلف الآن أستاذ كثيرا عن موضوع الرقة، وما تريد القوات الكردية الآن سواء بوايدي أو القوات المدعومة كرديا من القوات النخبة التي تتبع لأحمد الجربة. نعم. أو بعض القوات العشائرية المشكلة حديثا تحت مسمى مجلس دير الزور العسكري، هي لها هدف رئيسي الآن هو فصل عمليات الرقة عن المدى القتالي لعمليات دير الزور. هذا الهدف الرئيسي، إضافة إلى هدف عمليات آخر هو تأمين مجمل الحدود الغربية والجنوبية لمحافظة الحسكة التي تعتبر القاعدة الرئيسية للعمليات الكردية. هذا يضاف إلى أن العمليات في شمال دير الزور لا تزال محدودة، وأن هدف الوصول إلى دير الزور لا يزال بعيد المنال دون الترتيب مع قوى عشائرية موجودة. نعم نعم سيد محمود. نعم. يكون هناك دور للذين انشقوا من المعارضة والتحقوا بالنظام مؤخرا دور في هذا الذي يخطط له الآن. إليك أستاذ. نعم سيد محمود، لكن من الواضح أن هناك توافقا دوليا على القضاء على تنظيم الدولة وإنهائه والتخلص منه نهائيا، لكن لما يكون ذلك على يد قوات سوريا الديمقراطية وليس على يد فصيل آخر؟ يعني هل من دلالات لذلك؟ العالم كله الآن يركز النظر على تنظيم الدولة، ولكن أستطيع أن أقول أن العالم لم يقرر بعد القضاء على تنظيم الدولة. ما سيحدث على الأرض السورية هو حسب تصوري بالتالي: أولا تطهير الرقة من تنظيم الدولة، ثم إجبار تنظيم الدولة إلى الانزواء إلى منطقة دير الزور وبادية البوكمال وصولا إلى عمق وظهير القلمون السوري لتطويقهم بمنطقة صحراوية ثم احتوائهم ناريا. هي عمليات تقارب تماما ما حدث للنظام العراقي في فترة التسعينات بعد حرب الخليج من عمليات احتواء ناري طويلة لإنهاكه ثم القضاء عليه. لا يوجد الآن قوة عسكرية على الأرض ولا حتى القوات الكردية قادرة على إنهاء تنظيم الدولة لمعطيات كثيرة على الأرض، منها عدم كثافة هذه القوات رغم تنظيمها الذي اختلف وبدأ أكثر جدية بصراحة من قوات المعارضة التي بدأت الآن تتطور نحو شكل جديد، وخصوصا بعد عمليات الباب التي حققت فيها إنجاز يحسب لها بشكل أو بآخر. نعم الخبير العسكري والاستراتيجي السيد محمود الإبراهيم، شكرا جزيلا لك.